السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الفتاح قبلي، تكنيسيان و مانتنو سي سيبور انفورماتيك اي ريزو. دونك في لا فيديو جو بونس الثامنة في البلاي ليست ديال لادمينستراسيون سو ويندوز سيرفر 2012 او بيان لا سيرتيفيكا ام سي اس ا مايكروسوفت سيرتيفيد اسوسييتس. Donc, qui m'a dit la certification de MCSA. L'homme fait la partie en haut de chevaux remote desktop. Donc, je n'ai pas de remote desktop. Rocky Fashion Clean accéder le serveur qui est un rack installé pour le rack. اللي ديجا حنا درنا لا مانتونونس، قدينا السيرفر ديالنا في الراك، درنا اصلا كاع لي سيرفيس اللي حنا محتاجين، صوبنا كاع المسائل اللي حنا محتاجين لها، وعندنا واحد الراك لي مقاد في واحد داتا سنتر ديال واحد لونتربريز. داك الداتا سنتر كاينه في واحد لاصال اللي بيان سيكوريزي، دونك لاكسي ليها كيكون يعني ب دي سيستيم دو سيكوريتي. دونك ماشي اي واحد تيدخل، كيدخل غير الناس اللي هما مختصين في داك المجال، دونك لي ادمنستراتور. و دونك في هذه الحاله ما يمكنليش انا كل ساعه فوق ما نبغي ندير شي حاجه في السيرفر ديالي، او كيوقع لي ان بان فيه، او كلكو شوز اللي كتكون سيستم، شي حاجه اللي كتكون سيستم يعني كونفيغوراسيون. دونك ما يمكنليش انا ندخل لا صال وندخل للداتا سنتر ونغيغلي لو بروبليم ونخرج. دونك هاد لاكسي اللي غيكون عندي ديما يعني بيرسونيلمون كل ساعه داخل الداتا سنتر، كل ساعه خصني ندير بزاف المسائل ديال السيكوريتي، فين غادي ندخل ناخذ لوتوريزاسيون الا كانت من عند لادمينستراسيون انسي دو سويت. دونك في هاد الحاله انا خصني نبروغرامي واحد الريموت وبيان واحد لاكسي à distance le head le serveur pour que je ne puisse pas entrer ou sortir de le home data center. D'accord. Donc, ana déjà مقاد les machines ديالي. Donc, هنا عندي VM ديال Windows Server 2012 R2 وعندي une machine client VM عاديه ديال Windows 8. D'accord. Donc, اول حاجه غنمشي للسيرفر ديالي ويندوز سيرفر، غنحاول نقاد. اول حاجه هو غنكتيفي لاكسي ا ديستانس. دونك اول حاجه تندخل لجيستيونير دو سيرفر بيان سيرفر مانجر. دونك سيرفر لوكال سيرفر. دونك اول حاجه تنجي لهنا بيرو ا ديستانس، فوالا سي ديزاكتيفي. دونك جو كليك سور ديزاكتيفي. Donc l'arbre main ne peut pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ou bien autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Donc là, c'est autoriser l'accès à distance. Donc une fois qu'on coche le choix de technique, on a autorisé que la connexion des ordinateurs exécute le bureau à distance avec l'authentification NLA. Donc NLA, c'est-à-dire niveau level, niveau level authentication ou bien authentification niveau level authentication. Donc je n'ai pas le niveau level authentication. Donc bien sûr le Windows XP, le Windows XP ou de l'or, les versions les appelées le Windows XP ou les versions les appelées maintenant, mais quand je quitte un mot head هاد المسألة ديال هاد لا تكنولوجي أو بيان هاد المسألة ديال لوتونتيفيكاسيون، سيتادير أن يمكن لك دير لاكسي أ ديستونس من ويندوز إكس بي و لي سيستيم لي قبل منهم أن سيرفور، مي داك لا كومينيكاسيون لي كتم ما بين لا ماشين كليون و السيرفور كتكون أون كلير. يعني إلا جا أن بيغات و دخل عندي للريزو ديالي و بغا يدير شي حاجة لي بغا يدير ليكوت سنيفين، دونك كاع لي ميساج كاع المسائل اللي تدوز ما بين السيرفور و لي كومونيكاسيون غدوز اون كلير. من بعد ما جات من بعد لي سيستيم لي ولاو من بعد الويندوز اكس بي، دونك ولاو كيدعمو بالنسبه للريموت ديسكتوب و بيان لاكسي ديستونس هاد لا تكنولوجي اللي هي ان ال ا، سيتادير نيفو ليفل اوثنتيفيكاسيون و بيان نيفو ليفل اوثنتيكيشن. داكوغ، دونك
Et là, quand j'ai le choix, c'est-à-dire un Nao, il y a les ordinateurs qui ont l'option, ou même les deux l'action. Mais là, coché ça. Et là, je vais décocher donc l'équipe d'amour ou l'imati d'amour. L'option d'y aller niveau level authentication. D'accord? Donc, c'est recommandé à l'Ina Khoudha. Parce qu'on a dit l'authentification et qu'on a les données cryptées. Maintenant, je vais dire la sélection des utilisateurs qui ont l'accès. Donc, à la première chose, قبل ما سيليكسيون عندنا الحق لواحد ليتيليزاتور وواحد اللي عنده لاكسي باغ ديفو اللي هو لادمينستراتور دونك ديجا حنا في ان دومين اللي هو تير اي بوان لوكال دونك تير اي بوان لوكال عبد الفتاح قبلي ا ديجا ان اكسي سيتادير لادمينستراتور عنده لاكسي باغ ديفو سي بغيت ناجوتي انا واحد ليتيليزاتور دونك غندير اجوتي دونك نكتب هنا غير الاول السميه ديالو باغ اكزومبل ديجا مكري واحد ليتيليزاتور سميتو امبلويور 1 Donc, c'est vrai, les deux chiffres, voilà, vérifier. Donc, voilà, détecteur. OK, voilà. Donc, il y a que dire l'accès. Donc, Anaya, peut-être comme exemple, on va supprimer, on va dire l'accès. Comme un administrateur, là, on va dire sécuriser, un administrateur, on va dire l'accès. Donc, il y a un déjà, on va dire l'accès. Donc, on va dire OK. Appliquer. OK. Donc, va désactiver. Puis, il y a un qu'on a désactivé dans le refresh ou bien actualisé. D'accord. Et active. Donc, on a un gestionnaire de serveur. Donc, on a ici. Donc, j'ai les paramètres d'utilisation à distance. Donc, nous les étapes, nous l'assistance, ainsi de suite. OK. D'accord. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a la connectivité, mais bien, le serveur ou le client. C'est la première chose. Donc ping, 192.168.1.3, c'est l'adresse du client. Donc voilà qu'il y a la communication qui est stable. Donc on a un Voilà. A une communication donc chauffe mobile client serveur parfois ça arrive des problèmes je pense 10 voilà 10 mais donc d'abord on haoul déjà le client d'y aller ou à ou à on club à la remote donc search Remote Remote Desktop Connection. Voilà. Donc, soit qu'on dit Remote Desktop Connection Search ou lequel j'ai exécuté ou qu'on accepte le MSTCS. Donc, la même fenêtre. Donc il agit هنايا باش ناكدوا ان هاد لي فيرسيون كيدعموا داك لوبسيون ديال ان ال ا دونك غنجي لهنا غندير اباوت فوالا نيتورك ليفل اوثنتيكيشن سيبورتد داكور دونك سي بورتي هاد لوبسيون هادي دونك يمكن لي نستعمل هاد الويندوز باش ندير لاكسي على ديستانس داكور في حاله ما كنتوش عارف تحتاج ان ويندوز وما عرفتش واش كتسيبورتي ولا لا دونك غتجي لهنا كليك دوا اباوت وغتشوف واش عطاك نيتورك ليفل اوثنتيكيشن سيبورتد كاينه ولا ما كاينش دونك الا ما كانش دونك عارف راه ما كتسيبورتيش داك لوبسيون سي كادير كاع المسائل كاع لا كومونيكاسيون ما بين الكليون سيرفر غتكون اون كلير دونك الا جيت هنا شو اوبشنز دونك هنا كان هايد اوبشنز دونك ساب دونك هنا ندير شو اوبشنز غنلقى بزاف ديال لي زوبسيون بينهم جينيرال دونك هنايا يمكن لي نحط لادريس سيرفر ديالي اللي غندير له اكس على ديستونس هنا نسمي ديال لوتيليزاتور دونك غنبدلو غندير لادمينستراتور هنا الاو مي تو بي سيف كرادونسيال سيتادير انه هاد السيد اللي غيتكونيكت علي الا بغى يسوفكاردي هاد السيسيون ديالو يعني داك اليوزر نيم باسورد يبقى اونغوجيستري وهادي نو ريكومندي
كنصحش بها بالنسبه لي انا. جو بونس انا داك الاورديناتور ديالك عندك فيه لاكسي بزاف ديال الناس اللي كيجلسوا على داك الاورديناتور، دونك هنا درتي اوتوريزي وانت بوحدك الادمنستراتور اللي عاطي لاكسي غير لراسك وما عاطي لتا واحد. دونك هنا درتي انه الو مي تو سيف كريدونسيالز، دونك في هذه الحاله اي واحد يمكن له اكسيدي بما انك درتي واحد لونغيستخمون للمود باس وحتى اليوزر نيم. دونك انا غنزولها ما نخليهاش. دونك هنا بالنسبه للكونيكشن سيتينغ، سايف ذا كورنت كونيكشن سيتينغ تو ان ار دي بي فايل اور اوبن سيفد كونيكشنز كونيكشن. دونك هنايا بالنسبه الا بغيت انايا ديما كان اكسيدي لهذا السيرفور وبغيت نسوفغاردي هذه الكونيكسيون، هاد الكونيكسيون سي تادير نسوفغارديها. دونك الا جيت لهنا الا درت سيف ما نعرفش فين تونجيسترات، درت سيف اس، دونك في هذه الحاله انا عارف فين غتكون عندي كونيكسيون اونجيستري. دونك هنايا غنجي وغنكتب سميه باغ اكزومبل، خليها باغ اكزومبل ديفولت، دير سيف. غتلاحظوا معايا انا اونجيسترات عندي هاد لا سيسيون اللي انا باغي نفتح. دونك فوق ما نبغي بلا ما ندخل للريموت ديسكتوب ندير دوبل كليك وغادي ندير لاكسي ديالي عادي. داكور دونك غنسيبخيمي ليتس لا كوربي. دونك ديسبلاي، دونك هنا بالنسبة للديسبلاي، بالنسبة لوبسيون لون ديسبلاي كونفيغوريشن سيتادير لا تاي ديال ليكرون، الا بغيت نخليها لارج ولا فول سكرين او بيان سمول، ولا ناخذ انا لا تاي اللي بغيت. داكور دونك هنايا بالنسبه للكولورز سيتادير داك الكولور اللي كاين في السيرفر، اللي كاين عندي في السيرفر داك لي كولور، ولا بيان داك يعني داك الديسبلاي لي كولور اللي كاينين، الكاليتي ديال او بيان الكواليتي ديال لي كولورز او بيان لي كولور انا كنحددها. دونك الا كنت انا في ان ريزو لوكال عادي ريزو لوكال، دونك ما فيها بس اني ندير هاي كواليتي تقول لا كاليتي مزيانه، كون عندي واحد دي بي اللي هو قليل في داك الريزو لوكال او بيان كان اكسي ديال ان سيرفر سور انترنيت جو سي با، دونك من الاحسن اني ناخذ واحد الكولور اللي هو يكون ضعيف يعني ما يبانش داك الكليراج الواضح ديال لي كولور، دونك نقص منه ما فيها بس باش ما نكونسوميش انا داك لا بوند باسونت اللي عندي في الريزو. لوكال ريسورس دونك هنايا ريموت اوديو، دونك ريموت اوديو هنايا ريموت اوديو بلاي باك، دونك بلاي اون ذيس كمبيوتر يعني الصوت بالنسبه للصوت واش غادي يكون بلاي اون ذيس كمبيوتر، دونت نوت بلاي يعني ما نخدموش كاع، بلاي اون ريموت كمبيوتر يعني الصوت يخدم في الاورديناتور اللي حنا اللي دايرين عليه لاكسي. بالنسبه للمايكروفون ولا ريموت اوديو ريكوردينغ دونك ريكورد فروم ذيس كمبيوتر بيان سور، سواء نديرو الميكرو اللي غيكون على هاد لا ماشين حنا اللي فيها او بيان دو نوت ريكورد. ميمكنناش حنا نديرو ريكورد على لا ماشين اكسي ديسطونس لان ما جالس فيها حتى شي واحد، دونك حنا دايرين غير اكسي. داكوغ دونك كانسل. بالنسبه للكيبورد، دونك بالنسبه للكيبورد الا درت ال تاب، ال تاب سيتادير انا نوريكم ال تاب شنو هي. دونك ال تابيلاسيون هي فوالا، الا درتها واش غتابليكا عندي اونلي وين يوزن ذيس ذا فول سكرين يعني فين انا داير الفول سكرين غنكون عند اكسي ا ديستونس، واش غتكون عندي فول سكرين اللي انا فيه ولا في ذيس كمبيوتر ولا في الريموت كمبيوتر، الا درتها واش غتطبق لي في الكمبيوتر اللي انا فيه جالس ولا غتطبق لي على لورديناتور اللي انا داير لاكسي ليه. داكور لوكال ديفايس اند ريسورس هنا بالنسبه لي زابريمون، دونك هادي بعيده ما عندناش كيفاش نديرو لها. دونك هنايا بالنسبه للبروغرامز الا بغيت نيكزيكوتي دي بروغرام ستارت دي فالوين بروغرام اور كونيكشن، دونك كلشي هنا كنحدد البروغرام ديالي فايل نيم بالنسبه للبروغرام فين اكزيكوتي والفولوين فولدر اذا كان عندي فولدر سي دي دوسي. داكور دونك اكسبيرينس، دونك هنا بالنسبة للإكسبيريانس إلا جيت لهاد لو شوا هنا في حالة كيتعلق بالدي بي ديال الريتو ديالنا، دونك كونيكشن كواليتي ديبوندنت فيوتشرز ديسكتوب باك جراوند فون
Advanced Smoothing, Desktop Composition. Donc, vous avez les options. Par exemple, là, quand je connecte un serveur par modem, il y a un DB, il y a 55 kilobytes par seconde. واحدو معايا انه دي بي كي ضعف دونك يقول لي شوف انت اللي محتاج انك تخدمه يبان لك في الريموت ديالك شوازي يعني خدو لو 256 حتى 2 ميجا دونك هو عطاني الكوشة الاولى سي تادير انه يمكن لك هذه هي اللي موالمه الفيزيوال ستايلز دونك هي اللي تقدر انها تافيشي لك بهاد 2 ميجا. لاحظوا معايا الا خديت ريزو ساتوليت دونك زادني ديسكتوب كومبوزيشن donc high speed broadband donc pas le même glinzi il y en a même 2 mégas tel 10 mégas donc réseau 1 donc attends les camli donc réseau 1 car il faut bien le réseau 1 qui confie réseau chouia le débit chouia talent lan un réseau lan adi donc c'est un mot qui compte débit d'un talent réseau lan donc adi donc il est d'être le detected connection quality كواليتي اوتوماتيكلي سي تادير هو يديتكتي انا فاش من ريزو كاين ويحدد هو يعني لي شوز اللي يمكن لي انا نستعملها داكور دونك مي كي ديتكتي كيلقاني انا في ريزو لان دونك يقول لي راه دي بي في ريزو لان كيكون شويه طالع بزاف دونك بجوجهم يعني كاملين يمكن لك تستعمل هاد لي زوبسيون كاملين سوا ديسكتوب كومبوزيشن سوا فيزيوال ستايلز سوا مني اند ويندوز انيميشن انسي دو سويت Advanced. Donc, on s'appelle Advanced qui est Server Security. Donc, vous avez les options. Donc, ma qui hemch. Donc, on a droit là. Cool anglais. Donc, General. Donc, on va dire. Signé de le domaine d'Eri. Tri. Backslash. On va dire administrateur. Administrateur. Connect. Connect. Donc mot de passe. Mot de passe via le serveur. Via le compte administrateur. Compte administrateur, le qui s'est le domaine. Chez compte local. Voilà. Mot de passe. Donc il y a de la communication maintenant. Le client avec le serveur. Donc, de la certification de titage, mais bien attendu, donc je yes. Voilà. L'accès à distance. Le serveur dit non. Donc, un an. Le Windows 8. D'accord. Le serveur dit non. D'accord. Donc, comme vous pouvez voir, l'accès à distance, un Windows 8, le serveur d'Yana. Donc, il a rejeté le serveur, quelqu'un, un euro, qui me connaît, il a rejeté le serveur d'Yana. Donc, là, je vais vous montrer le fait que j'ai déjà fait des sessions. عكس هنايا عندي غير سيسيون وحده ديال سيرفر مانجر دونك باش تعرفوا انا فاتح دو سيسيون في نفس فاتح سيسيون في الويندوز 8 يعني عكس على ديستانس وكاينه في السيرفر ديالنا سامبل كما كتشوفوا. دونك نتمنى يعجبكم لا فيديو ان شاء الله. مازال غنشوفوا دوطخ فيديو اللي مهمين بزاف واللي غيتحتاجوا بالنسبه للناس اللي كتبريباري لي سيرتيفيكا ديالها اللي هي الام سي اس ا. دونك دعواتكم ما تنساوناش من دعواتكم ما تنساوناش البارطاج بارطاج 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 باش يوصل الفيديو لكاع الناس باش يستافدوا. هذا هو الهدف, هذا هو لو بوت. دونك الناس تستافد من هاد لا فورماسيون المتواضعه بالنسبه ليا. ونتمنى اني ما نكونش كنخيب ظنكم في كاع لي فيديو اللي كتشوفوا. وكما كنعاود نقول دعواتكم ما تنساوناش من الدعوات ديالكم باش نزيدو في الاستمرار ان شاء الله ان شاء الله, لان القوه ديالنا هي في الدعاء ديالكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.